كان شعوري لحظة تتويج بطلة لتحدي القراءة العربي في الجمهورية التونسية شعورا مميزا جدا، لأنني استشعرت ثقل المسؤولية التي تم إلقاؤها على عاتقي، واستشعرت أن مجهوداتي تم تثمينها عبر تلك الجائزة وعبر ذلك الاهتمام الذي لقيته حينها، واستشعرت أنني أهل لكي أمثل الجمهورية التونسية أمام هذا الوطن العربي، وربما لكي أعود بلقب إلى الجمهورية التونسية. Thank you.